خلينا نرجع لموضوع تاني كمان يا محمد، هو موضوع اتكلمنا عنه في بداية الحلقة، وهو يعني نقاط التوعية اللي احنا يمكن أشرنا ليها الخاصة بأولادنا وأطفالنا وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. هل تعرض أو التعرض لأشعة الشمس ممكن أنه يسبب خطورة كبيرة على صحة الطفل؟ ولو لا قدر الله الطفل جاله ضربة شمس، في الحالة دي أتدخل إزاي؟ أعمل إيه؟ إيه أكتر الأمراض كمان شيوعا وحدوثا للأطفال والرضع فيه فصل الصيف ده؟ أسئلة مهمة جدا. بسنت، كل الأسئلة دي هنجاوب عليها مع حضراتكم على قد ما نقدر مع ضيفنا اللي معانا على الهوا دكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. صباح الخير على حضرتك دكتور يوسف. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذة بسنت وعلى السادة المشاهدين كلهم. أهلا بيك. طيب هسأل حضرتك بداية كده، أبرز المشاكل اللي بتحصل لأطفالنا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة؟ اسمح لي اقول لك، زي ما حضرتك في الاول اتكلمت على ارتفاع درجات الحراره غير مسبوق اليومين دول في مصر، ده ارتفاع درجه الحراره عن 40 درجه مئويه مع ارتفاع درجه الرطوبه، الاطفال اللي اقل من 4 سنوات بيبقوا اكثر عرضه لحاجه اسمها الاجهاد الحراري اللي احنا بنسميها ضربه الشمس. دي بتحصل ازاي؟ المخ، في قاع المخ حته اسمها الهايبوثالاموس، في حاجه زي الترموستات بتاع العربيه مسؤول عن تنظيم درجه حراره الجسم بتاعت الاطفال، اسمه لي الثيرموريجليتوري سنتر. ده مجرد ان هو بيستشعر درجات الحراره العاليه بيشتغل عشان يبرد الجسم. بيعمل ايه؟ بيعمل اتساع للاوعيه الدمويه، وبيزود، بيبعت اشارات للغدد العرقيه انها تفرز العرق كتير. العرق ده لما بيطلع بدرجه كبيره بيطلع على الجلد، فبيعمل تبخر يبرد الجسم. يبقى اول ما درجه حراره الطفل، درجه حراره الجو بتعلى، الجسم بيعمل اتساع للاوعيه الدمويه وبيزود افرازات العرق علشان الجلد يتبخر. لو حصل اي لخبطه في هذا الجهاز بيحصل حاجه اسمها اجهاد حراري وضربه الشمس، اللي لها اعراض كتيره جدا، اهمها بتبقى ارتفاع درجه حراره الجسم، الشعور بالإرهاق الشديد، الطفل بيحس بوهن، بيحس بضعف، مش قادر يعمل حاجة، بيجيله إحساس بالغثيان أو شعور بالقيء، بيجيله دوخة، بيجيله تصرف في ضربات القلب والنفس، وبيجيله احمرار شديد في البشرة، وممكن تصل إلى حالة الإغماء. طيب نعمل إيه عشان نتجنب درجات الحرارة في فصل الصيف ونتجنب الإجهاد الحراري ده؟ دايما بقدر الامكان نبعد اطفالنا خاصه الصغيرين لاقل من 4 سنين عن الاماكن درجات الشمس، خاصه من الساعه 11 للساعه 4 نبعدهم عن الشمس المباشره. طبعا احنا في مصايف، مفيش اي مانع ان هم يتعرضوا للشمس، بس يكونوا لابسين كاب، يكونوا تحت شمسيه، ما يكونوش في درجه حراره مباشره. نمرة 2، زي الصورة الجميلة اللي انتم طلعينها، شرب السوائل بكثرة، ده مهم جدا، لان انا مع التعرق اللي بيحصل للطفل بفقد سوائل، فقدان السوائل عند الطفل بيزود لزوجة الدم، زيادة لزوجة الدم دي بتخلي الطفل عرضة لتكوين جلطات. مهم جدا ان هو يلبس ملابس خفيفة، ويفضل طبعا الملابس القطنية وتكون فاتحة عشان تعكس الشمس، تعكس درجة الحرارة، فتقلل درجة حرارة الجسم مع شرب السوائل بكثرة. طبعا احنا في فصل الصيف اولادنا رايحين المصايف، مهم جدا ان هم يستعملوا حاجة اسمها سان بلوك او سان سكرين، حاجة اللي هي ايه، بتمنع الجلد انه ينفذ منه الشمس. بس احب اقول نقطتين على السان بلوك او سان سكرين، انه يكون مكتوب عليه 50+، ومكتوب عليه UVA و UVB. يعني ايه؟ يعني ان هو بيسمح بنفاذ الشمس بنسبه 50%، وان هو واسع المجال للالترا فايلوت، لاشعه الشمس الضاره الالترا فايلوت A والالترا فايلوت B. طيب دكتور، في حال لا قدر الله اولادنا تعرضوا لشمس شديده، تعرضوا لاجهاد حراري، ضربه شمس، اعمل ايه في الحاله دي؟ الأول حاجة إن احنا نبعدهم عن الشمس المباشرة، ناخدهم بعيد عن الشمس، يكون في مكان فيه ظل. 2، نقلل الهدوم فورا. 3، شرب سوائل كتير. لو الموضوع وصل إلى مضاعفات أكتر، إغماء، لازم دول يلجأوا إلى المستشفى. طبعًا لو درجات حرارة عالية، بعض الأمهات بتحط ولادها على طول تحت المية الساقعة، قد إيه ده غلط؟ المية الفاترة، دايمًا المية اللي احنا بنحب نستعملها مع أولادنا مية فاترة. ومن أول راسه ولا جسمه بس؟
كل جسمه ياخد دش كامل كل جسمه، لان كل ما بتزودي المساحه كل ما التبريد بيبقى احسن. واحب هنا لو سمحت اقول كلمه، اتفضل. لو الطفل سخن درجه الحراره الطبيعيه في الاطفال كام؟ من 36 ل 37 ونص، بنقيس درجه الحراره زي ما انتم مبينين او تحت الابط. وبعدين لو لقيت درجه حراره عاليه بنستعمل نوع دواء امن جدا اسمه الباراسيتامول، متوفر باسماء كتيره في السوق المصري. ده هذا الدواء امن، ما بنحبش نستعمل اللبوس الشرجي في الاطفال لان مش عملي، احنا بنستعمله فقط في الاطفال اللي عندهم اغماء او الاطفال اللي هم في العنايه المركزه. وهذا هو الدواء الامن، بيتاخد بجرعه صحيحه تبعا لوزن الطفل وسلامتهم. الف سلام. طب دكتور، لو حصل لا قدر الله اغماء مثلا يعني لطفل، في هذه الحاله اتعامل ازاي مباشره يعني مع طفل حصل له اغماء؟ اتفضل. بنلجا فورا للمستشفى، لان هنا بنحتاج نعلق محاليل وبنحتاج نعمل شويه فحوصات لزياده الامان على الطفل. يعني مباشره التوجه للمستشفى. طبعا. في طبعًا. امراض تانية يعني غير الاجهاد الحراري بيصاب بيها الطفل حديث الولاده؟ طبعا احنا في فصل الصيف الاطفال طبعا عرضه لامراض كثيره، اشهرها طبعا النزله المعويه ونزلات البرد في فصل الصيف. والنزلات المعويه طبعا بننصح كل ام وكل اب الاهتمام بمصدر الميه. اكثر حاجات مسببه للنزلات المعويه في النزلات الفيروسيه، وفي طبعا النزلات البكتيريه، وفي النزلات الفطريه، لكن النزلات الفيروسيه دي اكثر في فصل الصيف. النزلات البكتيريه، النزلات المعويه البكتيريه دي نتيجه اكل مكشوف، نتيجه اكل غير صحي، مصدر مياه غير امن، كل دي حاجات ممكن تعمل نزلات معويه. النزله المعويه عباره عن ايه؟ عباره عن قيء من فوق واسهال من تحت. القيء دوت بيخلي الطفل يفقد كتير من الجلوكوز وبيفقد كتير من البوتاسيوم، بيخلي الطفل دايخ، بالطفل واهن، الطفل مش قادر يتحرك. النزل الاسهال، يعني ايه كلمه اسهال عشان كل ام بتسمعنا؟ تغير قوام شكل البراز او زياده عدد مراته 3 مرات عن الطبيعي بتاع الطفل. في حاله قيء من فوق واسهال من تحت بيحصل نزله معويه. النزله المعويه بسيطه وعلاجها بسيط جدا، احنا اللي بنخاف منه ان النزله المعويه يحصل لها مضاعفات اسمها الجفاف. واحسن حاجه مع الاسهال هو محلول معالجه الجفاف بالشروط الصحيه اللي دايما اللي بنقولها لكل ام، وبنلتزم بالتعليمات. جميل. وبنلتزم طبعا بغسل الايدي والاهتمام بنظافه الاكل. جميل. والدبان والناموس، وممنوع نتجنب مصادر الاكل الغير ده مهم جدا. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على الروشتة الصباحيه الجميله اللي حضرتك قلتها لنا دي ومعلومات المهمه. شكرا دكتور يوسف سعد، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، وربنا يسلم ولادنا جميعا يا رب. ربنا يستر ويسلم عليهم.